لتعليق على تطورات الأزمة اليونانية وتطورات الأسواق العالمية، ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. أهلا وسهلا نور. الاتفاق خرج أخيرا ولكن بالشروط الألمانية بالتأكيد، يعني كيف ستكون ردة فعل البرلمان الذين اعتبروا في هذه الشروط، سنتحدث طبعا عن الفريق المعارض، إهانة لليونانيين؟ هي لا تعتبر فقط في البرلمان، الشارع اليوناني الذي قام بالتصويت بالرفض بأكثر من 65%، هنا تكمن المشكلة بالفعل، لأنه تسيبراس أو رئيس الوزراء تراجع عن كل المطالب تقريبا، والمطلب الرئيسي كان هو أن يتم إعادة جدولة الديون على المدى الطويل. السؤالين المهمين الآن، هل تم حل مشكلة اليونان على المدى القصير؟ نعم. هل تم حلها على المدى الطويل؟ هذا الشيء يعتبر لا، لسبب مهم جدا، أنه الخطة الحالية أو الخطة المقبلة أو اللي هي برنامج التمويل الجديد على مدار 3 سنوات أو حتى 5 سنوات لا يكفي لليونان لأن تنمو بشكل كافي لتستطيع من خلال ذلك أن تقوم بإعادة الديون. حتى أنه ألمانيا والعديد من الكومنتيترز أو العديد من المعلقين نحو ذلك يتفقون على شيء واحد، هو أن ألمانيا لن تحصل على أموالها أو تعود وتحصل على أموالها، لكن في الوقت الحالي على الأقل يعني الشيء السكسس أو النجاح كان في هذا الموضوع هو وحدة الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الشارع اليوناني وبغض النظر عن الاستفتاء الذي حصل، وهذا الشيء الذي تم ترجمته اليوم في الأسواق الأوروبية أو حتى بالأسواق العالمية سواء كانت في آسيا أوروبا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، من الأمور التي كانت عالقة حتى اللحظة الأخيرة نور، مسألة صندوق الخصخصة بقيمة 50 مليار يورو، ومسألة أنه دور صندوق النقد الدولي بتواجد دائما لعملية المراقبة في اليونان. برأيك يعني مما تتخوف اليونان في هذين البندين، وكيف سيتم التعامل معهما؟ التخوف من النفوذ دائما لطالما كان موجود في اليونان، ليس هذا ليس بالحكومه اليساريه بينما حتى الحكومه اليمينيه الماضيه ايضا. هناك في شيء مهم جدا لا يعني يجب عدم نسيانه، الحديث الان البرنامج الجديد حوالي 84 او 85 مليار يورو في 20 يونيو القادم، يعني حوالي 7 أيام من الان تقريبا، على اليونان ان تدفع 20 مليار، يعني راح من عندنا حوالي 30% من خطه الانقاذ الجديده. لدينا حوالي 50 مليار ستبقى، هل ستستمر اليونان بالفعل 50 مليار حوالي 3 سنوات؟ هذا الشيء الذي يبقي نوعا ما حالة من عدم اليقين نحو اليونان. الشيء المهم الذي كان في كل المفاوضات أن هناك كان أو ستبقى الوحدة في الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للنفوذ، لا يمكن ضمان من جديد أن يكون هناك في لدينا بالفعل خصخصة، لأنه مطالبات الخصخصة كانت متواجدة منذ أكثر من 5 سنوات منذ أن بدأت أزمة الديون. طيب، بشكل سريع نور، الآن هو يعني الأقرب ما ينتظره اليونانيون مد المصارف بالسيولة، ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي خلال هذه المرحلة الانتقالية؟ اليوم تم الإعلان عن تأجيل فتح البنوك أيضا، حتى إشعار آخر بغض النظر عن الإعلان أنه في تم الاتفاق، لكن أيضا ذكر أنه بنفس الوقت سيمدد فترة يعني الكابيتال كنترول أو اللي هي سقف السحب المصرفي اليومي بالنسبة للفرد اليوناني إلى 60 يورو حتى نهاية تداولات اليوم. ممكن أن يتم تمديدها مع نهاية تداولات اليوم أم لا؟ لا، هذا الشيء لا يعني لا نعلمه. البنك المركزي الأوروبي أبقى على برنامج السيولة الطارئة للبنوك اليونانية على الأقل بالنسبة لليوم على ما هو عليه دون تغير، لكن في الغالب ما سيتم إعطاء البنوك اليونانية المزيد من السيولة خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن من جديد، المهم الآن أن يوافق البرلمان اليوناني على هذه الخطة، لأنه من جديد البرلمان اليوناني صوت ضد هذه الخطة وهو الذي سمح لرئيس الوزراء بأن يقوم بالاستفتاء الشعبي. لكن الآن نوعا ما قد نكون هناك في أزمة سياسية بدلا أن تكون في أزمة اقتصادية، أن يكون هناك في لدينا سواء إما استقالة رئيس الوزراء فيما لو يعني البرلمان لم يصوت على هذه الخطة، أو يكون هناك انتخابات مبكرة. شكرا جزيلا لك نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities.